وعلى هيدا الحيط جربت الدولة بطرش أبيض إنها تمحي آثار انفجار هدم بيروت، وبدل جريمة واحدة عملت اثنين لما قتلت الضحايا بدل مرة مرة تانية. خيال طريقة ينسونا القصص اللي صارت، واحدة منهم إنه غطوا جريمتهم، وتعبيرنا إنه هن اللي عملوا الجريمة غطوا كمان. أكيد إهانة، في دم العالم بعد موجود بقلب البور، أكيد إهانة، عيب. هيدا قمع، هيدا قمع للحريات، ما بصير هيك. قد ما هي ما قلعه عز إنه بويا وعم نكتب فوق البويا، أثرت بكثير عالم. شغلي متلاهي بتنسى؟ هذا خيانة بحق الشهداء اللي راحوا واللي توفى لهم لدمهم. ناس اللي ماتوا ما رح يترجعوا صح؟ ما حتى لو محوا ما رح يتمحهم أهلهم بعضهم ها. أنا ابني مات، ما حدا طال ولا حدا قال لي شو بدك تنساعدك أو شيء. تغطوا عملته تقدروا تنسوا؟ لا ما بالناس، ما بتتمحى يعني انه بشحطة بويا او انه هاي جريمة. طرش لازم ينطرشوا كلهم سوا ويفلوا من هالبلد. شو بدي يعني، شو بدي يفيد الطرش بالموضوع هيدا يعني اذا العالم كلها انطرشت اصلا يعني. No comment. لو سكروا عيون الناس خلاص الامور اللي صارت موجودة بقلوبهم، والأسى اللي عم يعيشه ما حدا بيقدر ينسى الأسى.